أوضح. وشفنا أنهم عرضوا على بعض الناس بعض التعويضات إلى آخره. طبعا تعويضات العام الماضي حدث نفسها في منطقة القبائل حرقوها تقريبا كل سنة، لكن هذا العام عموا الحرق حرق. مثلا جماعة بني دول، أنا قريت كثير في الجرائد يقولوا أنهم حد الآن ما أخذوا ولا شيء من مثلا اللي عرضوا عليهم العام الماضي كتعويضات. شفنا أيضا قضية أخرى، قضية تمثلت في قطع الكهرباء تقريبا منذ دخول رمضان بالنسبة للشمال، بالنسبة للجنوب كان في الصيف أيضا، لكن بالنسبة للشمال مع بداية رمضان بدأت الكهرباء تقطع للناس. وجاء وهذا أمر عجيب، الجزائر مصدر للكهرباء، حاجية الجزائر من الكهرباء هي 6 كيلووات، 6 مليون كيلووات، وتنتج هي 8 كيلووات أو مليون كيلووات عفوا، يعني عندنا 2 مليون 25% إضافة على ما نستهلك. ومع ذلك تقريبا قطعت الكهرباء على أغلب المدن الجزائرية بما فيها العاصمة. طبعا الكهرباء ما كانش تقطع على الجميع، تقطع على بعض الأحياء، كثير من الأحياء، لكن بعض الأحياء أمورها بالقطع عليهم. ومثال ذلك كلوب ديبا، نتحدى أي واحد أن يقول لك قطعوا الكهرباء في كلوب ديبا ولا قطعوا الكهرباء في بعض مناطق حيدرة أو في بعض مناطق الجولف، قطعتش، لكن بعض مناطق أخرى من الجولف قطعوها نعم، وبعض مناطق أخرى من حيدرة اللي هي المناطق الشعبية قطعوها. في بشار انتفضت الناس لأنهم شافوا أنه وين يسكنوا الضباط وأسرهم الكهرباء موجودة، وفي الشوارع اللي يسكنوا فيها الشعب والمساكين البسطاء الكهرباء ما كانش. اضطرت الناس أنها تدير مظاهرات شديدة في بشار قبل أسبوعين، كاليتوس قبل 5 أيام فقط أو 4 أيام كانت كهرباء مقطوعة، واضطروا الناس يخرجوا الشوارع يقطعوا الطريق في كاليتوس العاصمة طبعا. وتقريبا كل المدن الجزائرية شهدت انقطاعات الكهرباء، وكثير من الأحيان تكون في وقت الإفطار. وطبعا رح فيما بعد نربط ما يحدث ونقول لماذا قطع الكهرباء في الوقت اللي قاعدين يصدروا الكهرباء تونس والمغرب، لكن أيضا خذوا هذه من عندي إخذوها لإسبانيا، هذه مصادر رسمية يعني. شوفوا المفاجأة كيفاش أنه في الوقت اللي صدروا فيه الكهرباء إلى إسبانيا وإلى تونس وإلى المغرب، وأعتقد أيضا فيه ربط مع ليبيا وموريتانيا، في هذا الوقت تقطع الكهرباء على الجزائريين. الأمر الثالث اللي حبيت نعطي به كسبب هو رفع الأجور. لمن؟ هل للناس المساكين اللي ياخذوا 8000 دينار و10000 دينار؟ لا. هل للأساتذة اللي كثير منهم ما اخذوش رواتبهم؟ هل للشركات اللي عمال الشركات اللي كثير منهم ما اخذوش رواتبهم واللي كاين ناس راهم يسالوا الشركات من 6 شهور ومن 8 شهور ومن 4 شهور ومن سنة؟ أسر مساكين ما عندهمش لأسرهم وش يصرفوا عليهم، لأنهم ما دفعوا لهمش أجورهم، عشرات الآلاف، عشرات الآلاف من في الأساتذة، عشرات الآلاف من العمال اللي ما خذوش أجورهم، مرات 3 شهور، مرات 6 شهور، مرات 5 شهور، مرات إلى آخره. نو لا، الأجور رفعوها لما يسمى بالبرلمانيين، لي ديبيتي، كلمة كبيرة يعني، ما هم لا دي ديبيتي لا يحزنون، مرتزقة إلا من رحم ربك، استثناءات قليلة منهم، لكن الأغلبية مرتزقة، مرتزقة بأتم معنى الكلمة. وصلوا هناك بالغش وبالرشوة وبالهف وبالكذب وبالشكارة إلى آخره، باش يولوا ممثلي الشعب، وفي الحقيقة باش مش يولوا ممثلي الشعب، باش ينهبوا أكثر وباش يدمروا الجزائر أكثر، ضد إرادة الجزائريين وضد رغبة الجزائريين وضد الناس الشرفاء اللي كان المفروض يكونوا في هذه المراكز اللي باش يقدروا ينقذوا الجزائر من الغرقة اللي راهي تغرقها. إذن رفعوا لهم، كم رفعوا؟ 10%، 20%، 50%، لا 300%. انتقل الأجر الشهري، وانا نتكلم هنا على الأجر الشهري، ما نتكلمش على السالير ككل، نتكلم على رينيميراسيو يعني فقط الأجر الشهري، لأنه سالير فيه أشياء أخرى. انتقل من 11 مليون سنتيم 11 مليون 11 مرة كان أكثر من السميك، السميك أعتقد أنه 8000 دينار أو 10000 دينار لما رفعوه قبل فترة، إلى 11 من 11 مليون إلى 30 مليون.
نضيف إلى هذه 30 مليون علينا أن نضيف لها بدائل أخرى، بدائل تاع السكن، بدائل تاع النقل، بدائل تاع الأكل، بدائل تاع السفر في الداخل وفي الخارج، لي فريدميسيون لما يروحوا للخارج. بالمناسبة يأخذ حوالي 300 يورو لليوم الواحد، أي ما يعادل أكثر من 3 مليون لليوم الواحد لما يسافروا للخارج إلى آخره. ويعرفوا بعض الناس عملوا حسابات وقالوا أن الديبيتي كلف الخزينة ما بين 40 إلى 60 مليون في الشهر، قل شيء 40 مليون ويصل إلى 60 مليون. 60 مليون في الشهر بمعنى أنه لما لو افترضنا أنها 40 مليون فقط، بمعنى أنه في اليوم الواحد 1,350,000 في اليوم الواحد. كاين جزائريين ما ياخذوش هذا المبلغ، وكاين جزائريين ياخذوا، وكاين جزائريين ياخذوا شوية أكثر منه. أساتذة الجامعات ياخذوا 3 ملايين و4 ملايين، أساتذة الثانويات ياخذوا 2 مليون ونص و3 ملايين. ناس مهندسين أطباء درسوا، يعني درسوا الجامعة بعد 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، ياخذوا 10 مرات 12 مرة و15 مرة أقل مما ياخذوا ما يسمى بالـ DPT، وأكثرهم جهال. كاين كثير منهم اللي ما عندوش بكالوريا. بالمناسبة يا جماعة، من سخريات القدر أنه حتى الرئيس اللي يحكم البلاد ما عندوش بكالوريا. حكم الجزائر 7 رؤساء ولا واحد عنده البكالوريا، ولا واحد وصل. ما يعنيش أن اللي عنده البكالوريا حاجة مهمة، قد يكون الإنسان عنده الدكتوراه أو لا يسوي شيء، لكن أقل شيء هو حد أدنى، يكون في حد معين أدنى مستوى معين. ما نلوموش طبعا الناس اللي كانوا في الثورة واللي ما درسوش وما قدروش، لكن لوموا الناس ما بعد. الثورة انتهت عندها 50 سنة، استقلال عنده 46 سنة الآن، وهذو المفروض أنهم الآن عمرهم 70 و72 و75، عمرهم كانوا 25 و26، يعني ما كانوش قادرين يقرأوا ولو يجيبوا بكالوريا ولا ليسانس، أضعف الإيمان. قضية أخرى هذا على مستوى التعليم ومستوى التفكير، وهنا باش نقدر نفهموا طبيعة النظام. جنرالات الآن سيروا البلاد بما فيهم هذا التوفيق، ما عندوش ترمينال، ما عندوش. تخيلوا لما تكون هذه العقلية، عقلية جهل زائد عقلية استبداد زائد عقلية طغيان زائد عقلية عدم ارتباط بالشعب زائد عقلية كذب زائد عقلية نهب زائد عقلية خداع تحكم البلد. لذلك هنا نفهموا طبيعة النظام، ولذلك هم ضد العلم، مش فقط ضد الإيمان وضد التعليم وضد التقدم وضد التطور وضد الحريات وضد العدل، لا، ضد العلم، ما يعرفوش قيمته فقط الشيء اللي يعطيه. إذن رفعوا، أخونا الرئيس قرر أن يرفع أجور لي دي بي تي وفرحانين. وسيو يحيى هذا اللي معروف في الجزائر من أنه هو يقول على نفسه، وأنا ننقل هنا كلامه الحرفي، يقول أنه رجل المهمات القذرة كما نعرفه، يعرفوه الجزائريين، واحد من أقذر المدنيين على الإطلاق اللي عرفتها الجزائر. قال لما كان بعض النواب المحترمين والشرفاء، واللي بالمناسبة نحييهم، لما قالوا أنه هذه لا نستحق هذه المبالغ، يعني قلة اللي قالوا، قال طيب تبرعوا بها إذا حبيتوا، احنا المهم رفعنا لكم. طبعا لماذا رفعت؟ من بين الاسباب هو انه التعديل الدستوري جاي، التعديل الدستوري جاي في الشهر القادم على اقصى تقدير، في نهايه شهر نوفمبر على اقصى تقدير، احتمال كبير انه في النصف الثاني من اكتوبر والنصف الاول من نوفمبر. وتعديل الدستوري جاي لمهمه اساسيه، مهمه تغيير ماده 74 بدل ما تكون عهدتين وينتهي، لان انتهت المفروض العشر سنوات نتاع اخونا بوتفليقة تنتهي في شهر أفريل 2009، فرحين يمدولوا. الاحتمال كبير أنه يجعلهم العهدة 7 سنوات أو ويجعلوها مفتوحة، ولما يجعلوا العهدة 7 سنوات معنى احتمال كبير أيضا أنه ما يجروش انتخابات في 2009، وهما يفضلون ما يجروش انتخابات في 2009، يفضلون يزيدون سنتين ثم يشوفوا الأوضاع أين تتجه، خاصة أنهم عارفين لماذا، لأن هناك قناعة لديهم الآن الانفجار قادم. إذن كل التفكير مركز
كيف نخسروا هذا الانفجار، كيف نكسروا هذا الانفجار، كيف ما نخلوش هذا الانفجار يحطم هذا النظام ويخلق نظام جديد، يخلق نظام يخدم الجزائريين مش يدمر الجزائر، يخلق نظام يخدم الجزائر ماهوش يحطم البلد والوطن. إذن هذا التفكير كله ينصب على هذا. الآن نرجع للموضوع اللي بديت به، وهو أننا نتجه نحو الانفجار. في هذا الوضع اللي احنا راح نتوجه فيه نحو الانفجار، هناك من يطالب